أسعد الله أوقاتك سادة باتور وسادة المشاهدين الكرام. نعم، ما زالت قوات النظام السوري تخرق تلك الاتفاقية، اتفاقية وقف إطلاق النار. حتى هذه اللحظة تشن هنالك طائرات مذخرة لقوات الميليشيات الإيرانية، قد استهدفت بعض عناصر وفصائل الثورة السورية، حيث أدت تلك العملية إلى استشهاد مقاتلين من أعداد جيش النصر الذي ينتمي للجيش الوطني، إضافة إلى مقتل أحد عناصر الفرقة الساحلية الأولى. وكذلك قبل قليل أكد لنا أحد المراسلين المتواجدين في مدينة في بلدة قرية الأرديخ، حيث استهدفت قوات النظام السوري بقذائف صاروخية القرى القرية بشكل مباشر، وكذلك في مدينة تفتناز. ما زالت قوات النظام السوري حتى هذه اللحظة تصعد، هي تنهج يعني تتماشى مع نهج التصعيد الإيراني بشكل مباشر، بحيث تزج قواتها في المعارك في كل من منطقة خط التصعيد الأخير، إضافة إلى استهداف بشكل مباشر أيضا لبعض المقاتلين ممن قد أجروا تسويات في مدينة درعا. ما زال حتى هذه اللحظة لا يمكن فرض الحل بهذه الطريقة، لا يمكن أن أيضا على القوات الروسية أن تلزم قوات النظام السوري وتقوم بشكل مباشر إشراف على غرفة العمليات وتقوم بإيقاف كافة الأعمال العدائية تجاه الشعب السوري في المنطقة في محافظة إدلب ككل. إضافة إلى بعض المحاور التي قد فتحتها في ريف حلب الغربي، كل يوم هنالك يسقط العديد من الشهداء، حيث استهدفت من محيط الفوج 46 تجاه المناطق المدنية في القرى المجاورة للفوج 46. وهذا كله هذا يندرج ضمن مشروع إيراني يقوم بالتصعيد من قبلها نتيجة لفرض حلول مستقبلية على قوات النظام السوري، إضافة إلى إخراج إيران من الساحة السورية ككل. هذا يزيد من التصعيد الإيراني ويؤكد على أن إيران ماضية في قضية رفع التصعيد بشكل مستمر حتى في ظل وجود هدنة وكذلك وجود وقت إطلاق النار، وهي غير معنية بأي حدث سياسي سيكون في سوريا مستقبلا. نعم، إذن تلقون اللوم كله سيد مصطفى على إيران في كل ما يحصل الآن في المنطقة؟ نعم، هو بشكل مباشر هي المعنية، هي التي تقوم بعملية الطيران، هذا الطيران المذخر الذي دخل على الساحة بشكل مباشر وزاد من وتيرة تصعيده، حيث بدأ منذ بداية دخول في معركة ريف حلب الغربي، وتم إسقاط إحدى الطائرات المذخرة التي تشرف على تجهيزها الميليشيات الإيرانية وكذلك الميليشيات الطائفية متعددة الجنسيات، منها العراقية ومنها حزب الله اللبناني وكذلك الحشد الشعبي العراقي، كلها تسعى بشكل مباشر إلى خلط الأوراق في سوريا قبيل العملية السياسية التي ستنهي هذا الخلاف أو ما يحصل في سوريا ككل. فهي حتى هذه اللحظة تنهج نهج التصعيد واستمرارية التصعيد، وكذلك أيضا من خلال استهداف المناطق التي لا تخضع لسيطرتها بشكل مباشر في كل من أرياف حماة وكذلك ريف إدلب الجنوبي وفي جسر في محور جسر الشغور وكذلك اطراف مدينه اللاذقيه، مرورا بطريق الام 4 الذي سيتم تسيير الدوريات او تم التسيير في الدوريات الروسيه التركيه بشكل مباشر، وكذلك من الطرف الاخر من جهه محور سراقب ايضا ما زالت تلك الميليشيات الطائفيه متعدده الجنسيات تستهدف المدنيين بشكل مباشر، ويؤدي كل يوم الى استشهاد المزيد من المدنيين في ظل صمت روسي على ما يحصل في هذه المنطقة، علما بأن القوات الروسية هي الضامن لتلك القوات التي تقوم بالاستفزازات، بينما كل القذائف الصاروخية تنطلق من مناطق قوات النظام السوري تجاه الفصائل، وكذلك الفصائل ترد بشكل مباشر على كل هذه الخروقات وفقا لقواعد الاشتباك العسكرية، على حيث يتم الرد على مصدر النيران وليس بمعارك مفتوحة كما يقوم النظام السوري. وأيضا يعني الضامن التركي صامت على كل شيء. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. الناشط الإعلامي الأستاذ مصطفى النعيمي حدثنا من الحدود التركية السورية.